到什么？شخص ولا لاثنين ولا لاثنين؟ شخص. إن شاء الله تكون تمام. اليوم أنا عندي أكثر صندوق فلوس في العالم. وفيها تحدي جائزة كبير فلوس. بس واحد شخص بالكلكم بتفوز. بس واحد. قبل أبلش الفيديو حطوا لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس لأنه بتسوي فيديوهات مجنون أكبر من أول بترو بتشوف كل قنوات بالدسكريبشن. طبعاً حبايبي بدي أحكي لكم شغلة قبل بلش فيديو اليوم. تعرفوا أنا إذا موجود أنا الشايب رح يفوز. بس تحدي اليوم كتير سهل. كل هذا هون لازم حطوا واحد من إيده من صندوق. يعني نحط إيدنا على الصندوق. بس. واحد. واحد. إذا شيلوا هالإيد خلاص. أوكي. بدي أحكي لكم شغلة عشان ما نظلم حدا. كل شخص بيستخدم الإيد اللي ما بيحتاجها، اللي ما بيعرف يستخدمها، لأنه في تحديات بتكون إيدي بتتحكموا فيها. يعني مثلا أنا بستخدم اليمين، حطيت اليمين الشمال ما راح أتحكم فيها. أنا جايز أنا يسراوية، سو عادي بتحكم باليسار. أوكي، الحين كله لازم حطوا إيده بالصندوق. واحد، اثنين، ثلاثة. اوكي جاهز للتحدي جايز. عم تحكني ايدي من تحت سلايم. لانا ولين انت بتفكر بتفوز ولا لا؟ ايه جايز حتى عندي اختي لانا بالتحدي. شو بفكر لانا؟ فينا نسوي هيك؟ بخير شو بخير؟ بخير يعني بتفوز. مصطفى اذا انت بتفوز شو بتسوي مع فلوس؟ الفلوس اشتري سيارة. والله؟ ايه انا بدي اتجوز. اسمع اسمع بسام بدي اتجوز. مبروك. ما شو الجائزة؟ الجائزة 10,000. كفو كفو بسام كفو كفو. تخيلوا قد يخسر اول تحدي عم يقول لي كفو كفو. هذا مجنون هذا. حبايبي عشان هذا التحدي مجنون لازمنا شخص مجنون. يلا يلا شيلوا ايده. يعني انا عندي اقتراح، كلنا نشيل ايدينا ونربح كل واحد 1000. احنا لا اوكي نبلش من عندك. شيل ايدك. لا 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 كلنا مع بعض. يلا كلنا مع بعض. بلش من عندك. من عندك. لا عندي اول. من عدل الثلاثة وكلنا مشيل مرة واحدة. يلا واحد اثنين ثلاث. والله كل هذا هون غير. كل هذا هون غير. انت مين يعني بتتوقع يفوز؟ انا بفكر بالبنات بيسان. بالشباب حسام. كل حدا حرك هيك. يلا 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 يلا. شو انا ريس؟ يلا بسرعة 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 بسرعة. ايه انا ورا. اوكي كل حدا ستوب. انا بفكر تجيب عقرب سحلية لا وتحطه هون والكل بيشرد وانا باجي عليه ببوسه. انا بفكر ما في حدا هون بترول برا. الحين لازم تحدي الاول. يلا جايز. او ماي جاد مولا. الحين عندك اول تحدي. اوكي كلكم لازم غمضوا عيونك. غمض جايز كلكم غمض. لا سيدة بي. شوف رينج كاميرا. جايز لازم تشوف الكاميرا. لازم تشوف. لازم تشوف. اوكي جايز انا كثير زعلان والله بصراحه زعلان. ما بدي هيك. بس اول واحد لانا. يلا برا. كان في حشره. انا ما عملت هيك. مو انا بعصب. لا بس شوف انت الحين معي يعني بتسوي تحديات من كل حدا. مو اوكي يلا شوف. كل حدا الحين متحمس لان لانا بتروح برا. بس الحين لانا مع انا بتسوي تحديات. انا بدي انتقم منهم كلهم. بدي اخليهم كلهم يخسروا وانت بتفوز. يلا بصراحة لأنه هذا تحدي حقيقي. كل حدا يعني خيانة خيانة. صح. يعني ما بتقول حرام لانا بتقول لا برا 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 برا. سو جايز مثل ما شايفين طبعا رح نجيب لهم هلا أول شيء وهذا المفروض يكون أسهل شيء بس لو أنا كنت موجودة كنت خسرت. أوه ماي جاد شو هذا؟ شو جايب معك؟ كثير ثقيل. أوكي جايز غمضوا عيونكم. جايز جاهزين. لا بيسان
لك لك على اوه ماي جاد نط علي ما بطفى هي هي يا جماعة الوضع كثير ريلاكس لا 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 هذا اسهل شيء ما اسهل شيء اسهل شيء اوكي كل هذا فائز بالدور الاول جايز صار لي تقريبا 3 ساعات والله بدي اروح على الحمام بس كنت بعمل شغلي مشغول وهسه مش قادر انا مالك هلا بس نجيب الحيه بنسويها بس يمكن عملها حالي لازم لا 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 جايز والله شو هذا فري ولا مع التحدي جايز هذا دبوري الكل شو جابه خلص ما ممنوع هيك لا حد يتحرك من المكان اللي حاطه لا 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 ما بصير كل شيء تلفون القوانين قبل اول شيء لا حبيبتي لا اول شيء بانه قانون عصاب يا جماعة كلهم هلأ عصبوا لأنه قلنا لهم ما يزيحوا إيديهم فرح نخليها خلص نعمل سكيب يروح يزيحوا بس لما يشوفوا هلأ الحيوانات رح يشيلوا إيدهم بدون ما يزيحوا لأنه ها حقيقي يعني أي هذا بتفوز بتفوز أوكي جايز الحين تحدي الاثنين بس ها أقوى من أول تحدي طبعا. بشوف تعال شوف هون عندك كل الحيوانات أوكي أوه ماي جاد شو جاية جايز شوف شوف واو واو أوكي جايز تحدي الاثنين ها أوكي بس بصراحة لازم كل هذا ما بتسوي صوت اوكي 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 جايز الحين عندك تحدي الاثنين بس بالهات تحدي ولا حدا لازم تسوي صوت يعني اذا بتسوي صوت برا يلا اللي بيطلع صوت يخسر يلا ريدي بوم لا اوكي الحين ولا صوت اوكي دونت شاوت دونت توك اوكي او ماي جاد واو يلا حبايبي هذا البني ادم قال هذول متخلفين مجانين بطل يتحرك بطل يتحرك اسمع بوعدك على النص بيني وبينك لف عليهم والله راح طير اقول لك راح اعيشك باحلى عيشه اسمع تتحرك اوكي خلص كمل الدور والله بدي اروح على الحمام يا جماعه اقسم بالقعدة اعصابي هذا بجيب لنا حيوانات بعمري كله حتى بتاخذ حيوانات المختصين بعمري كله ما شفته يا جماعه بس مو عندي شغله اذا ما في شخص بيخسر الفلوس على الكل لا لا بدنا هون طالما مو حكى في شخص بده يخسر معناته الحيوانات الجايه بنت كلب يا جماعه هي سهله بس هلا التحدي الخطر انه ما بصير يتحرك فاللي بيتحرك بيطلع برا هاي لا فيس هون ماما جاسم خلي هون من هون توصل بسام خلص تحدي لا 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 كمان واحد هون هاي هاي على ايها والله هذا اخر واحد بس شوي انا ما حاسه يعني ما فيني بعد شي سي يعني لازم بعد ايوه بس خلص اسمعي اسمعي انا على اخر وحده عادي عادي اوكي يا جماعه طبعا نحن فكرناها انه شالت ايده بس هي طلعت زحتها ما ماشي لا وشها خليه عزلي ولا انا ها وما صفها ترى طيب يا هو ده لا لا يا اكبر وحده طب انا اسمع لا انا اسمع معلش ها ها واحد مال انا سر شوي 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 خد 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 بالله عليك شيلها ليش ها جوان ليش انا لا ها جوان لا شيل شيل يا الله جايز انا صراحه بقرف اي شيء يلمسني لهيك بكون باشعر بدني دغري حتى لو شيء اليف بس صراحه مو كثير سيئه جايز اذا اي هذا بدي يطلع برا عادي ها تحدي بروح الحمام بس ما بخسر لا يخسر يلا ابن فجري ما في حرك ما في حرك بسان شو بفكر اذا قرب شوي ثانية رايحة لا 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 واو لا 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 ايد حسام مسخة ما هاد شاف المصاري بسان يلا ستريت بسان قول شيء عادي قول شيء هو لازم يجيب 3 3 3 كل شيء
باكل صام. اسمعوا وانا لا والله 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 بس والله شو باكل جايز؟ لانه باكل لون استفرغ. مصطفى ولا صوت ولا صوت. قول قول قول. لا بعده على جايز 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 جايز. لا لا صور صور وشه وشه مصطفى. اوه ما مش زاكي مصطفى ما عجبه. اسمع شيله بشنطيلك يا سلام. بالصراحة الحين بس لانا برا التحدي لانه ما في هذا بدي يطلع برا ما في هذا اي شيء. ما هو ما حدا عم يطلع لازم نحن نطلع حدا. هلا هلا بدي اطلع هلا هلا بشوف شو عنده بترد ادخل. شو ها؟ اوه ماي يما شو ها؟ اللي كان هون بالنص اذا مو بالنص نص 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 فرق ما يا الله اوكي ما في هذا هرك شو شو بيركض لا تتحرك ولا تصرخوا بيركض بدي على الحمام وحياة الله باخذه مع الحمام لا 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 يا لا 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 اوكي 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 هذا سريع اخواني ما بس بدي اشعر بدني انا لا جاسم نو بالنص جاسم ليش جاسم ليش تعال ايش الشباب احنا بنات لا تسحب لا لا لا, لا جاسم شو هو يا اخوان تعرفوا شو بيعمل يما يا ويلي فتحت امه هيك جاسم جاسم انا بعد والله رايكم انا موافق لا 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 لا, لا, لا. ولا بتخوفني بتاخذ فلوس انا اوكي جايز شوف الحين انا بعطيك فرصه لكل حدا اي حدا بدي يطلع من ها دور انا بعطيك 500 درهم لا 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 اي حدا 500 والله يلا ولا فشرت ولا 10000 درهم يعني انت بتفكر بتفوز جايز بما انه في بنتين غيري بهالتحدي ما حيكونوا اشجع مني فرح ما حيكونوا انت صرك ساعه اخر فرصه اي هذا بدي 500 يطلع من التحدي اوكي ما في هذا 500 يلا ما في هذا ما في هذا اللي بده ينسحب هلا بياخذ 1000 درهم سام يلا 1000 1000 يعني انا طلعت رح تقول يا ريتني اخذت ال1000 والله والله رح تقولوا هيك والله رح تقولوا هيك اوكي خلص ما في هذا والله بعمل ببي انا بدي اروح على الحمام اوكي كلكم غمضوا عيونكم يلا جايز شوف انا صار بتشوف اي شيء جايز حسام ما بتشوف اي شيء مصطفى ما بتشوف اي شيء لا بيسان بيسان لا تعال تعالي تعالي لا اها اها واو هيك اوكي جايز هلا خليناهم كلهم يغمضوا عيونهم وهلا جبنا لهم بعد بس ما تغاوز ما تحط من عندي بالنص بقاسم شفتك جنبي بحط بالنص لا 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 تحطوا علي ما في هذا هرق ما في هذا هرق والله العظيم جاسم جاسم ما في هذا هرق اوكي يلا بيسان يلا لا 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 شت شت لا انا باكله اوكي جايز هلا رح نعمل شغله خطيره واللي هي ما هي مو خطيره بس انه احنا رح نخاف انه رح نحط وحده على كل ايد واحد شو لا 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 هذا هذه اي شيء انا بتقول يلا جاسم وان اون ايتش هاند وان اون ايتش هاند طب ما لازم ما تطول لازم ما تطول لا لا هات اكبر هات اكبر لا لا هات يا زلمه قد انا بحط هذا هو مش بخوف يلا على عبدك وقعته وقعته لا حطه اي اي ايه شو ها داخل ها كبير انا بنشبط اخ 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 اي اي او ايزي او اتس ايزي ولي كيف ده لا 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 بس 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 جاسم 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 Wait, wait! Let me, let me!
الهين بتشوف التحدي الهين ها ما في شيء والله ما في شيء يول سي هير بليز هير اب 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 لين اوكي عادي اوكي جايز مثل ما شفتوا باللقطات الماضيه انه بيسان طلعت ليه فرحانين يا حقاني فرحانين مو لانه نقصه واحد وراح وفي امل انه هذا يفوز طب تعال تعال اخر مره اذا اي حدا يطلع من تحدي الهين 1000 3000 انا بطلع 3000 انت بتكم اوكي 1000 ونص 5000 والله بطلع انت بتطلع 5000 الحين بطلع لا كله حاطط اصرار بمخه انه انا لازم فوز جايز مفكرين هدول الاغبياء انه طلعوني وما حقدر طلعن طلعتكم على ايدي هي والله لا طلعتكم كلياتكم شوف شوف الحين هار كل شيء يعني صعب يعني تعبان يطلع برا انا بعطيك 500 اعطيه 10000 بطلع واو اوكي لانا لانا مشان الله انت اختي يطلع برا انا بعطيك 500 الله اوكي جايز هلا رح نلعب تحدي البينج بونج بس ما رح نقول له انه هيك التحدي رايحين نخوفهم ونشوف ردة فعلهم يلا انتبهوا انتبهوا يلا 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 تحدي بينج بونج يلا نو اي ام نوت عادي حبايبي اذا بتلاحظوا باول الفيديو حكيت لهم ما راح يعطينا تحديات لازم تستخدموا الايد اللي ترتاحوا فيها هاد غبي انا ما بسويها ما انت ما حكيت لك احط ايدك ما بتسوي لا 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 حتى لانا اول اثنين بتوقع على الطابه منهم بفرقونا بريحتين كلكم جاهز بتسوي يلا يلا شوي شوي بتسوي يلا ايهام ومصطفى ايهام لا اقسم بالله ما توقعت لا مصطفى جايز شوفوا حسام امير شوف شوفها جايز شو لها ايش جايز عم تقول لانا يعني انا نوت شي هي مفهم عربي فانه هي بس قالوا لها انه اذا وقعتي بتطلعي برا فرصه ثانيه قالت انه اذا فازت رح تشارك المصاري مع البنات لا 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 اذا بفوز رح اوزع المصاري على الشباب والحين تحدي كثير نار حسام جايز واحد اثنين ثلاثة يلا لا 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 روح من هون ورا يلا لا لا اوه ماي جاد اوه ماي جاد خاف من انا بموت يلا يلا ما بخاف انا بدي افوز ولك مش راح بنات يلا بتروب التحدي بنات يلا 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 ملكة اوكي جايز الهين بتسوي هات هذه 5 ساعات يعني انا والله تعب انا بعطيك 2000 اذا يطلع برا ولك انا ما بروح الا 10000 درهم اوكي هات تحدي بيضه شو بتسوي بالتحدي؟ حيحطوا المعلقه بتمهم وحيكون عليها بيضه وحيخليهم يتحركوا واذا انا بتقول ستوب لازم ستوب اسنانك يا اهبل ايه اوكي هلو اوكي جايز يلا جاهز 1 2 3 بدون ايد حرك حرك يلا 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 انس انس يلا 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 انس لازم بسرعة يلا 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 حرك 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 يلا تحرك حرك لازم بتحرك اسرع هلا عندنا قانون جديد لانه انس كثير عم يمشي بطيء لهيك اللي بيلمس الثاني الثاني بيكون برا واللي بيوقع البيضة كمان برا يلا 3 2 1 Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Oh my god.
اوكي ستوب كل هذا ستوب لا ستوب 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 شوي ورا شوي ورا واحد اثنين ثلاث يلا عكس الاتجاه يلا إذا لانا بتفوز لانا بتقول أنا ما بدي فلوس وفلوس مع البنات لأنها يعني معها مصاري أنا بدي مصاري أنا بدي 6000 وبطلع وبتبرع للبنات بأربعة آلاف أنا خايف من لانا كل شوي بيقول بدي ديل بدي ديل بدي خمسة بدي عشرة فأنا عم قلها للانا روحي وما تاكلي أوكي أنا مش خايف آخر مرة أنا بتقول بدي 5000 و5000 فشرتي بدي أخذ 10000 واحد اثنين ثلاثة يلا يلا